بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على أهلنا في الأقصر والصعيد وأصحابي وأخواتي في النقابة والمرشدين السياحيين. النهاردة حابب أتكلم معاكم على موضوع، هندخل بقى على معابد الأقصر، هناخد الأقصر والكرنك والهابو والدير البحري، هنبدأ نشتغل على المعابد دي شوية. طبعا مش هقدر أقول أكتر وأفضل من أنتم، بس هنحاول نلقي لمحات كده. لكن قبل ما أبدأ قلت أعمل فيديو صغير كده نتكلم فيه على مدينتنا العظيمة طيبة واسد، الاسم اللي ظهر عندي في المقاطعة الرابعة من مقاطعات مصر العليا، ويعتقد ان اول ظهور لي كحاجة مهمة كان في واحد من التماثيل بتاعة الملك منكورع اللي موجود في المتحف المصري اللي هي السواليس، معاه رمز المقاطعة الرابعة كواحدة من المقاطعات الهامة اللي كان الملك بيتوج فيها. لقينا كمان مقابر بترجع للدولة القديمة، يعني عندنا ثلاث مقابر من الاسر خمسة من عهد اوناس بالمناسبة اوانيس. الأسرة 11 الملوك بتوعها لما استطاعوا توحيد مصر من تحطم بن بحبت رع اتخذوا من المدينة عاصمة للبلاد وبدأوا يدوها قوة، ولكن كان الإله المعبود بتاعها حتى هذه المرحلة كان هو الإله مونتو. مونتو ولو تفتكروا دايما بنقول إن مونتو نعرفه صقر وعلى راسه صقر وعلى راسه رشتين امون، لان امون ظهر عندي في الدوله القديمه، ظهر في نصوص الاهرام، ظهر كواحد من امون وامونت كاتنين من الثمون بتاع الاشمونين، لكن من الاسره ال 12 ابتدى امون يبقى هو الاله الاكبر. حتى ان ملوك الاسره ال 12 لما فكروا ان هم يلغوا او ينقلوا العاصمه بتاعتهم من طيبه زي ملوك الاسره 11 وراحوا لشت ايث الطويل قابضه على الارضين في الشمال، كان اول ملوكهم حريص قوي انه يعلن ان امون موجود، والدليل في اسمه ايمن امحات، امون في المقدمه. وعلشان كده ده اشاره الى ان امون هو الاله الموجود. ونعرف كمان ان بدا من المرحله دي معبد الكرنك او معابد الكرنك لو هنصحح التسميه تبقى هي تنشا في هذه تحت اسم بير ايمن. بعد كده الهكسوس لما نقلوا العاصمه للشمال او انتقلوا للشمال، ودايما وافكر حضراتكم مره واثنين وثلاثه وعشر، لم تكن او لم يكن تواجد الهكسوس في مصر احتلالا، هو سيطره على جزء من مصر لم يستطيع ان يصل الى الجنوب. وعلشان كده لقينا اسرة تعقن سكن الراعي الاول والتاني وكاموس واحمس وتيتي الشري ويا حطب، الاسرة دي كلها بتعلن انها اسرة بترفض الحكم الاجنبي او التواجد الاجنبي في الشمال. حتى ان كاموس وهو قاعد في احد اللوحات بتاعته اللي حط كارنارفون اللي في المتحف اللي في معبد الكرنك بيقول انه كيف يطيب لي الحكم وهناك اجنبي في الشمال اللي هم الهكسوس ونوبي في الجنوب وانا ما بينهم، يعني كاني كماشة. الدولة الحديثة حدث ولا حرج، وصلت الأقصر لاعلى درجاتها، خلاص وصلت للمرحلة اللي ما اقدرش ان انا اتكلم حاجة بعد كده، تحطمس الثالث بعظمته وقوته بمكانته وامتداد حدود مصر اللي جدت من خلالها لوحة جده تحطمس الاول، توجه لوادي الملوك وادي الملكات المقابر امنحتب الثالث والعظمة بتاعت المنشآت والمعابد اللي اقيمت. حتى ان فترة قفل طيبة او اغلاق طيبة اللي احنا عارفينها كلها في مرحلة اخناتون ما طالتش كتير، يعني مدة حكمه بالكامل وفقا لاخر اشارة له 17 سنة. بعد كده يجي لي توت عنخ امون، بعد كده لقينا الرعامسة بيعيشوا افضل واقوى مراحتهم مراحلهم، يعني لدرجة ان مثلا رمسيس الثالث بتكلم انه طيبة كان فيها 86486 عبد في معبد امون، يعني منظر رهيب. لكن في اخر عصر الرعامسة طيبة تعرضت لمحنة، محنة اللي عارفينها كلنا، سرقات المقابر وازاي رجال الدين دخلوا بردية أبوت الشهيرة الموجودة في المتحف البريطاني بتحكي لي قصة سرقات المقابر وازاي كهنة أمون قدروا ان هم يدفعوا عن المكان وقدروا ان هم يدفنوا الجثث بتاعة الفراعنة في مقبرة الأميرة إنحاء اللي هي خبيئة الدير البحري ومقبرة أمنحتب التاني. في العصر المتأخر بدأت طيبة تلعب دور تاني كواحدة من أهم وأعظم المدن المصرية على الرغم من أنها ما بقتش العاصمة، يعني بسمع أن في الأسرة 25 حكام نباتة الحكام الجنوبيين جم إلى مصر واحتلوا مصر ولكن أصبحت طيبة هي العاصمة بتاعتهم وتمصروا من خلال المدينة. ولما جم الأشوريين وأشور بني بال حب أنه يذل مصر دمر طيبة سنة 663 قبل الميلاد، ودي اللي اتكتب فيها في التوراة يا نينوى عاصمة الأشوريين لن تكوني أعز عند الرب من نو أمون. نو أمون اللي هي مدينة أمون اللي هي طيبة التي يحفها البحر واوا وأماكنتها وعظمتها الكبرى. ملوك نباتة زي ما قلنا وأشور بنيبال وتدمير وإزاي التوراة زي ما قلت في لعن نينوى عاصمة الأشوريين. هوميروس اتكلم على طيبة مدينة المئة باب، يعني كان من ضمن
في الإلياذة والأوديسة، واتكلم على تسيبس المدينة العظيمة اللي هي تقيبة اللي هي أرض الحرم. وما نقدرش ننسى ديودور لما زار وقدم وصف كبير للأقصر، واتكلم على الرمسي من هي مقبرة أوزيمانديس. بعد كده استرابوب نسمع انه بيقول المدينة ما كانتش موجودة في العصر الروماني لما جه، لكن استرابوب بيقول لي انه كان في سمع بان السواح كانوا بيجوا او الزوار كانوا بيجوا علشان يزوروا قرى كتير في المدينة ويزوروا الاثار، وبيدلل على كده زيارة اللي عملها الامبراطور هادريان. بعد كده طيبة بتبقى واحدة من اعظم المدن، طيبة لما أصبحت عاصمة أصبح لها مذهب ديني، وعلشان كده لما هنبدأ نتكلم على معبد الأقصر اللي هو العنصر الأول هيكون المقدمة بتاعتنا، هل في معبد اسمه الأقصر ومعبد اسمه الكرنك، ولا الكرنك والأقصر وحدة واحدة ومعبد واحد واستمرار لنظرية ومذهب طيبة الديني الذي عرفه وتتبعه الكهنة في عصر الدولة الحديث؟ انتظروني مع معبد الأقصر.